السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة كاميرا العيادي. الجولة ديالنا إن شاء الله لهذا اليوم هذا من رحبة البهائم أو سوق المواشي بمدينة سنغير. صراحة الخير موجود والثمن كاين. بالنسبة للكيلو، الثمن ديالو بين 45 درهم و50 درهم الكيلو. لما علي نخليك إن شاء الله مع الأجواء ديال السوق. لا
Yeah.